أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من حوار الساعة. بعد 15 عاما من الخصومة، الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس المؤتمر الشعبي حسن الترابي على خطى التقارب. الترابي الذي هدد البشير بثورة شعبية مطالبا إياه بالرحيل، يعلن موافقته على الحوار من دون شروط مسبقة، ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حينما يقول إن هناك احتمالا كبيرا بحدوث انفتاح سياسي في السودان يمنح السودانيين الأمل بتوحيد توحيد الشمال والجنوب. فما هو سر هذا التفاؤل؟ الترابي دعا أيضا الحركات المسلحة إلى التفاوض من الداخل بدلا من التفاوض في الخارج. فهل يخفي هذا التحول اصطفافا إسلاميا جديدا كما تذهب المعارضة؟ لماذا تعتبر المعارضة هذا التقارب بمثابة عودة عقارب الساعة إلى الوراء، عندما كان البشير والترابي قياديين بارزين في جبهة الإنقاذ السودانية؟ لماذا قال رئيس حزب الأمة صادق المهدي أن هذا التقارب سيلحق أضرارا بالسياسات الداخلية والخارجية في السودان؟ يسرنا أن نستضيف الأستاذ صلاح الدين أبو شنب، ممثل حزب المؤتمر الوطني السوداني، معنا هنا في الاستديو. أهلا بك صلاح، أستاذ صلاح الدين. ومن الخرطوم ينضم إلينا الأستاذ ساطع الحاج، الأمين العام السياسي للحزب الوحدوي النصري المعارض وعضو الهيئة القيادية لتحالف المعارضة. وسينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، وكذلك الأستاذ صالح حامد، رئيس اللجنة القانونية وعضو المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني. أهلا بكم جميعا. أبدأ منك أستاذ صلاح الدين. رئيس السوداني عمر البشير دعا للحوار، التقى بخصمه حسن الترابي، ويبدو بأن هذا اللقاء أثار مخاوف المعارضة. كيف تنظرون إلى هذه المخاوف؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لك وللإخوة الضيوف. يعتبر هذا اللقاء هو بمثابة انفتاح على الإخوة الذين كانوا يرفضون الالتقاء في طاوله واحده حتى يستطيع السودان ان يمشي قدما. وهذا هو ديدن المؤتمر الوطني دائما في ان يقدم اليد البيضاء لكل الاخوه في المعارضه وفي الاخوه في الجبهات المسلحه والاخوه الحاملي السلاح، على ان نلتم حول الوطن ونصطف على ان ننمي هذا الوطن ونتقدم الى الامام. نعم، ولكن لماذا اثار هذه المخاوف؟ هناك حديث عن تكوين جبهه اسلاميه في وجه المعارضة. لا أعتقد أن حتى لو كانت هنالك فكرة أن يتكون هذا التجمع الإسلامي، هذا التجمع الإسلامي كان من قبل عندما كانت الحركة عندما كان المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني حركة إسلامية واحدة وهم في قيادة الدولة. فما الاختلاف حاليا في أن يلتموا مرة أخرى وأن يكونوا جبهة واحدة؟ إذن يمكن أن يكون هناك جبهة، ولكن هل توجه إلى رأس المعارضة هذه الجبهة الإسلامية؟ نحن حتى الإخوة في المعارضة لا نراهم هم إخوة أعداء، هم إخوان ولديهم وجهات نظر تختلف عن وجهات نظر المؤتمر الوطني. طيب. نعم. طيب أستاذ ساطع، يعني لماذا هذا الخوف والتوجس الذي تبديه المعارضة من التقارب واللقاء بين حسن الترابي والرئيس السوداني عمر البشير؟ طيب، شكرا. لا أعتقد أنه هنالك خوف أو توجس من هذا اللقاء. السودان الآن بعد 25 عام من حكم الإنقاذ، الجميع يتفق أنه قد وصل إلى نقطة اللا عودة. الحروب اشتعلت في كل مكان، في دارفور، في كردفان، في جبال النوبة، في النيل الأزرق. الاحتقان حاد، الاستقطاب حاد، التقاتل القبلي الآن أصبح حاد جدا. ونحن في المعارضة أول من دعينا إلى الحوار، لأنه أصلا إحنا يعني ديمقراطيين في منهجنا، ونعتقد أنه يجب أن يكون الوصول للسلطة عبر الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. فأصلا بطبيعة تفكيرنا في المعارضة نحن نعمل سلميا ونعمل ديمقراطيا، والذي يعمل سلميا وديمقراطيا هو الذي يدعو حقيقة للحوار، أو يكون الحوار واحد من استراتيجياته الأساسية في الوصول لتحقيق أهدافه. وعندما جاء رئيس المؤتمر الوطني في يناير الماضي ودعا للحوار، يعني تقبلنا هذه الدعوة بشكل جاد، وقلنا أننا لن نحاور
المؤتمر الوطني ما لم يكن المؤتمر الوطني جادا حقيقة في هذا الحوار، ولا يعني ولا تكون هذه مجرد مناورة لإطالة عمر المؤتمر الوطني. ولذلك لقاء الدكتور الترابي، بالرغم من الأخ كمال عمر وهو الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي موجود الآن على الهاتف كما علمت، وهو الذي يتولى هذا الأمر، ولكن أعتقد لقاءه لم يأتي من أجل تقارب الإسلاميين، ولم يأتي لبرام صفقة. لا أعتقد أن المؤتمر الشعبي يمكن أن يعيد الأمر إلى مربع 89 مرة أخرى، ولكن هذا اللقاء في تقديري جاء في إطار عام، باعتبار أن المؤتمر الشعبي ذات نفسه وقع مع القوى السياسية في المعارضة برنامج البديل الديمقراطي، وهذا ما توعدنا وتوافقنا عليه. يعني رئيس حزب الأمة صادق المهدي حذر المؤتمر الشعبي من اتفاق يجمع الطرفين يعيد السودان لفترة سابقة كما قال، ورأى بأن هناك سيكون تداعيات خارجية وداخلية. يعني يبدو بأنه يختلف معك في قراءة هذا التقارب. ربما يختلف السيد الصادق، ولكن لا أعتقد أنه لتحذيره يعني أي ضرورة الآن. نحن حقيقة نسعى لحوار حقيقي وعقلاني، وليس هنالك شخص عاقل يرفض الحوار بأي شكل من الأشكال، ولكننا نبحث عن مخرجات لحوار مسؤول وحوار جاد يقود إلى إحداث خريطة سياسية جديدة للسودان، ويقود إلى إحداث سلام مستدام، إلى تنمية مستدامة. وهذا لا يتم إلا إذا تم تهيئة مناخ وبيئة حقيقية نستطيع من خلالها أن ندرك أن الإرادة السياسية للمؤتمر الوطني اتجهت فعلا لتحقيق السلام ولتحقيق الديمقراطية وتداول السلم للسلطة. ولذلك عندما قلنا أن الحوار يجب أن لا يكون ثنائيا وأن تشترك كل القوى السياسية في هذا الحوار، وقلنا أن الجبهة الثورية والذين يحملون السلاح يجب أن يكونوا جزءا من هذا الحوار، لأنه إذا لم يكونوا جزءا من هذا الحوار سنعيد إنتاج نفس الأزمة. وقلنا أنه لا بد من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لأنه لا يمكن أن نتحاور وهنالك معتقلات سياسية. وقلنا لا بد من حرية للصحافة، يعني في أشياء مطلوبات ضرورية وأساسية وغير صعبة تحقيقها. اسمح لي أستاذ ساطع، إذا كنا فعلا نريد حوار حقيقي يعني. اسمح لي أن نشرك معنا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. أهلا بك أستاذ كمال. رئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي كان قد توعد الرئيس السوداني عمر البشير بثورة إذا لم يتنحى، ولكن الآن نشهد حالة من التقارب كما توصف. ما الذي تغير حتى يتغير هذا الموقف من الثورة إلى الحوار؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تحية لك أختي ولكل السادة الضيوف. وانا حقيقه بفتكر انه الموضوع موضوع مهم جدا، والسؤال افتكر انه مهم ان نجاوب عليه بالصوره التي تزيل كثير من اللبس الان الذي ظل عالق في الساحه السياسيه. يعني اولا نحن حزب معارض، انا غير اؤكد بانه نحن حزب معارض وجزء من منظومه المعارضه التي يتحدث عنها الزميل والصديق ساطع الحاج. نعم. ولم يتغير موقفنا حول المبادئ المتفق عليها بيننا وبين حلفائنا. احنا وقعنا معهم بديل ديمقراطي، متفقين على ان البديل الديمقراطي ده هو المخرج لازمه البلد. والجديد بالنسبه لنا احنا، ما الذي خلى الذي جعل المؤتمر الشعبي يعني يعمل اليوتيرن ده بهذه الطريقه؟ اولا انا داير اقول انه التوصيف بتاع الازمه السياسيه الراهنه والخيارات الموجوده الان، تقدير القيادة عندنا، تقدير القيادة في المؤتمر الشعبي بأن الحوار إذا أفضى إلى وضع انتقالي كامل لمشروع بتاع دستور انتقالي كامل، استطعنا من خلاله أن نحول السودان من قبضة الحزب الواحد إلى قبضة الوطن الذي يشارك فيه كل الشركاء بما فيهم الجبهة الثورية هو الأفضل. النظام الآن عنده إشكاليات داخلية وعنده إشكاليات في المجتمع الدولي، والبنية بتاعته بنية ضعيفة جدا وهشة، والآن لا يقوى على مواجهة كل هذه التحديات إلا عن طريق الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية هي التي تتحكم في البلاد. نحن رأينا بأنه الحوار الشامل الذي لا يستثني أحد، هذا ليس حوار بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني. الحوار ده شاركت فيه حزب الأمة الآن والحزب الاتحادي وبعض الأحزاب الأخرى.
لكنه لم يكتمل ولم يصبح حوار حقيقي ما لم يشارك تحالف قوى الاجماع الوطني لاكمله بقواه الموجوده الان ما لم تشارك فيه. ولكن استاذ كمال يبدو بان هناك اطياف في المعارضه، ترى في لقاء رئيس عمر البشير بدكتور حسن ترابي تنظر اليه بنوع من التوجس وكان هناك جبهة إسلامية جديدة قادمة في وجه المعارضة، يعني كيف تقرؤون هذا الخوف وهذا الخطر الذي حذر منه رئيس حزب الأمة؟ يا أختي الكريمة، هذا أنا أفتكر أنه هذا يعني شعور طبيعي، يعني أنا قادر أقول أنه شعور طبيعي، لكنه بأي حال من الأحوال ما تم حقيقة من موقف بالنسبة لنا نحن ليس في اتجاه اصطفاف إسلامي. ليس في اتجاه اصطفاف، الان نحن في قاعده بتاعت معارضه فيها اصطفاف لكل القوى السياسيه للشعب السوداني، يعني لا يعقل ان نختار البديل له اصطفاف اسلامي في مواجهه اصطفاف اخر. يعني هذا ليس سليم وليس صحيح. نحن في معارضه موجودين في تحالف قوى الاجماع الوطني بيتكلم عن اصطفاف قومي، اصطفاف وطني حول قضايا الوطن، الان نحن ليست من ضمن اولوياتنا. لا نتحدث الآن عن وحدة الإسلاميين، صحيح في المستقبل نحن نسعى إلى توحيد الإسلاميين، لكن نفتكر أن الوقت الراهن ده نحن محتاجين بأن نوحد كل القوى السودانية بما فيها الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني والمجموعة المطلبية عشان نصل لصيغة بتاعت وفاق وطني يجمع الكل. نحن محتاجين أنه طيب أستاذ كمال، هل أنتم متفائلون بهذه الدعوة للحوار؟ هل أنتم متفائلون بهذه الدعوة التي وجهها الرئيس السوداني للأطياف المعارضة بالحوار؟ وما الذي يدفعكم للتفاؤل؟ يعني أنا محامي أختي الكريمة، أنا محامي، كأنك يعني وضحت إجابة التفاؤل في فمي. أنا عايز أقول لك أنه نحن دخلنا هذا التحالف، دخلنا هذا الحوار، وعندنا قدامنا خطة أساسية حول قضايا متفق عليها في الساحة السياسية. نحن قدرنا أن نحن من خلال طاولة الحوار يمكن أن نصل إلى هذه المقاصد. الحياة كلها كده قايمة على التفاؤل يعني. لكن إذا قدر أن النظام لم يستجب لهذه المطلوبات الأساسية من أجل إجراء تحول ديمقراطي كامل في البلد، نحن بنفتكر أنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني كل القصه قايمه كده على المقاصد الاساسيه في المساله دي، ونحن شعرين بانه الان قضيه الحوار الذي ينقل السودان الى مربع الديمقراطيه هي الافضل. اذا النظام اختار المراوغه واذا اختار طرق اخرى بعد ذلك هو يتحمل هذه النتائج تماما. نحن مقدرين حتى القوى السياسيه الاخرى التي لها يعني حقيقه ما ليست شروط، ولكن يطالبوا بتهيئه المناخ، هذه مطالب مشروعه بالنسبه لهم، ولكن تبقى المشروعيه الحقيقيه بضروره موافقه النظام على وضع انتقالي كامل لا يستثني احد. استاذ كمال ابقى معي، يعني لدي العديد من التساؤلات تتعلق بموقف الحزب لديكم، ولكن اسمح لي بالانتقال استاذ صلاح الدين. هناك 10 تنظيمات من بينها الحزب الشيوعي السوداني اعلن ميثاق شنبات، وهو طبعا هذا الحزب داخل تحالف المعارضه، لديه طرح شروط، من بين هذه الشروط اطلاق الحريات العامه وكذلك وقف الحرب في دارفور وفي كذلك جنوب كردفان. لماذا لا يتم الاستجابة إلى هذه الطلبات على اعتبار بأنها مطالب ربما تبدي حسن نية تسير من خلالها عجلة الحوار؟ نعم، قصة الحروب التي بجنوب السودان، سوري أعتذر، بالجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ومنطقة ودارفور، لا أعتقد أن هنالك سوداني واحد يتمنى أن يستمر هذا الحرب. تقدمنا كثيرا للإخوة في حاملي السلاح على أن يأتوا، كما تم الاتفاق مع جبهة الشرق، كما تم الاتفاق مع الإخوة في حاملي السلاح الذين الآن يعني هم في قيادة سلطة دارفور، على أن يأتوا ويجلسوا للحوار حتى نجد صيغة مناسبة ونستطيع أن نحل هذا الإشكال. في بعض الجبهات أو الحركات المسلحة لا تريد الحوار، تريد فقط إسقاط النظام، ولا أفتكر أن هنالك
إنسان بالسلطة يعني يحمل مسؤولية الشعب يستطيع أن ينفذ مثل هذه الطلبات أولا. ثانيا نحن نعم، ولكن أستاذ صلاح الدين أنا أسأل، كان هناك مطالب لدى بعض أطياف المعارضة تقول أطلقوا الحريات العامة لتتوقف الحرب في جنوب كردفان وفي دارفور، إذا ما استثنينا موضوع الحرب على اعتبار بأنه جدلي، لماذا لا تطلق الحريات العامة؟ حاليا الحريات في السودان تختلف تماما عن, 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 عن أي مناطق أخرى. في السودان يستطيع أي شخص أن يطلع على التلفاز ويتحدث ما يريد، يستطيع أي شخص، لدينا في السودان أكثر من تلفزيون، وفي كل تلفزيون لدينا أكثر من شخص يتحدث عن 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 حتى الإخوان حاليا هم موجودين بالسودان يتحدثوا عن المعارضة وعن الموالاة، ولدينا أحزاب كثيرة جدا هي معارضة للنظام في الحكومة وتتعامل بكل حرية. ايضا لدينا اكثر من قرابه 20 جريده يتحدثون عن الحريات ويتحدثون عما، لكن ايضا هناك تقارير تتحدث عن وقف اصدار بعض الصحف. انا ليست لدي اشياء مؤكده، ولكن لا اعتقد ان هنالك، لماذا لم توقف كل الجرائد اذا اصلا هي اشكاليه اشكاليه حريه؟ لا اعتقد ان كل الجرائد تتحدث عن النظام إذا كانت هي 20 جريدة، إذا كانت هنالك في واحد أو اثنان يعني تطاولوا على 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 النظام أو تطاولوا على أحد الإخوان، فهذا موضوع يعني صار بوليس كيس، ليس لدينا يعني حلول أخرى في أن. طيب ابقى معي أستاذ صلاح الدين، سنواصل الحديث حول هذه النقطة تحديدا، ولكن اسمح لي بالانتقال إلى فاصل سريع ونعود لمتابعة النقاش. مشاهدينا فاصل سريع ونعود إليكم مجددا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من حوار الساعة. نرحب بضيوف الحلقة، الأستاذ صلاح الدين أبو شنب ممثل حزب المؤتمر الوطني السوداني، والأستاذ ساطع الحاج الأمين السياسي للحزب الوحدوي الناصري المعارض وعضو الهيئة القيادية لتحالف المعارضة معنا من الخرطوم، وسينضم إلينا بعد قليل الأستاذ صالح حامد رئيس اللجنة القانونية وعضو في المكتب السياسي في حزب الأمة السوداني، وكذلك نرحب بالأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي. يعني اسمح لي صلاح الدين فقط نأخذ تعليق من أستاذ كمال لأنه سيغادرنا بعد قليل. أستاذ كمال، حزب المؤتمر الشعبي يعني أو ربما أنت حضرتك في حزب المؤتمر الشعبي قلت قبل تقريبا شهر بأنكم التمستم ضمانات من الرئيس عمر البشير بأنه سيسلم السلطة طواعية، كيف استشفيتم هذه الرغبة؟ وهل هو امر فعليا قابل للتحقيق؟ يا اختي الكريمه، انا اتحدث عن حوار يفضي الى وضع انتقالي كامل. والمؤتمر الوطني تحدث الان عندما التقينا به وابلغناه عن راينا بوضوح بان الحوار هو سيد نفسه، والحوار ده لابد ان يفضي الى وضع انتقالي في ظل أوضاع الآن بنفتكر أنها لا بد من مشاركة الجميع فيها. لذلك إذا كان المؤتمر الوطني يعتقد بأن هذا الحوار مقصود به ترجيع المؤتمر الوطني أو إعادة مشروعيته في الحكم، أنا أفتكر أنه تبدأ حسابات خاطئة. إحنا معارضة نفتكر، نتكلم عن أزمة الآن موجودة، الأزمة تسبب فيها الحزب الحاكم بسياساته الموجودة الآن بطريقة إدارته. نتكلم عن الحوار ده لإحداث نقلة من هذا الوضع الموجود الآن إلى وضع ديمقراطي كامل. لذلك أي كلام عن محاولة إعادة شرعية أو ترجيع أو محاولة يعني لملمة المعارضة في شكل بتاع مشاركة في حكومة قومية في جهاز تنفيذي، نحن نفتكر أنه دي حسابات خاطئة. نحن معارضة، الهدف بتاعنا الأساسي هو وضع انتقالي كامل للخروج من هذه الأزمة. المؤتمر الوطني أبدى استعداد كامل للقبول بنتائج هذا الحوار الشامل. لذلك نحن نفتكر أن هذه الضمانة الوحيدة بالنسبة لنا. إذا رفضوا تصور المعارضة، هو تصور ليس للمؤتمر الشعبي فقط وإنما لكل القوى
كل القوى السياسيه الان تتكلم عن هذا الوضع. اذا رفضوا يبقى عندنا نحن ثاني خلاص ما عندنا خيار غير خيار الشارع، والشارع السوداني جاهز للبديل الاخر. طيب استاذ يعني كمال، حسن الترابي كان قد طالب بتقديم من قال بانهم مسؤولين في الحرب في دارفور او المتهمين بجرائم الحرب الى المحاكم الدوليه، وفي اشاره الى الرئيس عمر البشير. هل تم وضع هذا الملف جانبا الى حين التوصل الى اتفاق سياسي؟ يا اختي الكريمه، قضيه العداله هي هذه من ثوابت حل الازمه السياسيه في السودان. قضيه العداله لا يملك احد التنازل عنها، هذه قضيه يعني بيمتلك اهل اولياء الدم، اهل الدم هم الذين يمتلكون الحق في انهم يضعوا هذا الملف جنبا او يحركوه حيث ما شاءوا الى العداله. ولذلك انا بفتكر انه نحن عملنا الموقف السياسي الكلي حول كل القضايا بتاعت ازمه دارفور فيما يتعلق بالقتلى، ازمه العداله في السودان فيما يتعلق بالذين قتلوا في المظاهرات الاخيره وغيرها. بهذه حقوق ثوابت لا يمكن التنازل عنها، وبالتالي انه نحن حزب محترم، وبالتالي انه بنتكلم عن عداله لا يمكن ان نتنازل عنها. نحن قضيه الحوار في النهايه هي بتتكلم عن ماساه الازمه، والملفات ملف المقاضاه وملف العداله هو جزء اساسي من ملفات الحوار، صحيح احنا بنتكلم عنها الان، لكن احنا ما بنملك الحق في ان نتنازل عنها. طيب وبالتالي نبقى موقفنا في هذه القضايا موقفنا. شكرا لك استاذ كمال عمر، الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كنت معنا من الخرطوم عبر الهاتف. استاذ صلاح الدين، كنا نتحدث، لديك تعليق على ما اعتقد على ما ذهب اليه استاذ كمال عمر، ولكن كنا نتحدث عن موضوع الحريات، وكنت تقول بان وضع السودان يختلف عن الفتره السابقه، ولكن ما تقوله المعارضه بان الحكومه منعت ندوه لتحالف المعارضه في ميدان الرابطه، فضت هذه الندوه بالقوه، بل تم اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ والافراج عنه لاحقا. هذه الإشكالية التي تمت في الميدان، هنالك إشكال حصل لذلك تم هذا الأمر. أنا ليست لدي تفاصيل كاملة عن هذه القصة، ولكن يعني أعتقد أن هنالك إشكال تم قبل أن يبدأ الإخوة في الدعوة لهذا التجمع. أنا بالنسبة للأخ كمال أحييه، هو يقول انه المؤتمر الوطني يعني ابدى استعداد كامل انه يقوم بالتفاوض وبالجلوس حول الطاوله للوصول الى حلول، وهذا ديدن المؤتمر الوطني. ولكن يعني حاولنا كثيرا ان نجمع الاخوه في الطاوله حتى نستطيع ان نصل الى برا الامان. فأتمنى أن تتم هذه يعني تحل هذه المشكلة أيضا مع الإخوة في حاملي السلاح، ويأتوا إلى الطاولة ويجلسوا، ونرجع الوطن إلى ما يصبو إليه من تطور ونماء وتقدم. نعم أستاذ ساطع، أراك تسجل مجموعة من الملاحظات، ماذا لديك من ملاحظات وتعليق سواء لما طيب. ذهب إليه أستاذ كمال عمر أو ما طرحه أيضا الأستاذ صلاح الدين؟ أريد أن أعلق على بعض النقاط التي طرحها السيد المحترم الأخ صلاح الدين أبو شنب. تفضل. بالنسبة للحوار مع القوى الحاملة للسلاح، حكومة المؤتمر الوطني انتهجت نهج من عام 97 وحتى الآن اللي هي ثنائية الحوار، يتم التحاور مع الفصائل بشكل ثنائي بمعزل عن قضايا الوطن الأخرى وبمعزل عن الفصائل الأخرى، وهذا أنتج عدد من الاتفاقيات منذ عام 97 فشودة للسلام 97، اتفاقية نيفاشا كانت نتاج لحوار ثنائي، اتفاقية أبوجا كانت نتاج لحوار ثنائي، اتفاقية الشرق كانت نتاج لحوار ثنائي، فالعديد جدا، اتفاقية الدوحة كانت نتاج لحوار ثنائي. فكل هذه الاتفاقيات التي وقعها المؤتمر الوطني مع الأطراف الثنائية من 97 وحتى الآن باءت بالفشل، وجميع تقريبا باستثناء بعض الفصائل، معظم هذه الفصائل التي وقعت هذه الاتفاقيات الثنائية رجعت مرة أخرى إلى التمرد.
ورجعت إلى حمل السلاح مرة أخرى. والآن المؤتمر الوطني يحاول قطاع الشمال في أديس أبابا، وقطاع الشمال كان جزء من الحركة الشعبية اللي وقع معها سنة 2005 اتفاقية نيفاشا. قطاع الشمال ذات نفسه الآن عاد مرة أخرى لحمل السلاح، وأنا أعتقد أن الطريقة التي كان يتحرك بها المؤتمر الوطني طريقة قد تجاوز الزمن. ليس هنالك أي مجال للحوارات الثنائية، يجب أن يتم التحاور على أساس جماعي لجميع القوى السياسية بما فيها الإخوة حاملية السلاح. المؤتمر الوطني جزى الإخوة حاملية السلاح، قطاع الشمال يحاور منفردا، الأخوة في دارفور يحاوروا منفردا، وهكذا. وهذا أمر يعني، والقوى السياسية في شمال السودان تحاور أيضا هي منفردة. أنا أعتقد هذه عقلية تجاوزت الزمن وأثبتت فشلها عبر 25 عام من التخبط هنا وهنالك. يجب أن يتم الحوار بشكل جماعي مع كل القوى السياسية على مائدة التفاوض لمناقشة جميع قضايا السودان بشكل واحد، حتى نصل إلى خارطة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة للسودان. لكن هالحوارات الثنائية لن تجدي فتيلا. لذلك هو قال أنه لما نمشي ناس الجبهة الثورية بنحاور فيهم عايزين نسقطوا، أبدا. القصة مش أنه الجبهة الثورية دارين نسقطوا النظام، القصة في أنه المؤتمر الوطني عندما ذهب على أقل تقدير للإخوان في قطاع الشمال في أجز أصر على أن قطاع الشمال أن لا يتحدث هذا القطاع إلا عن مشاكل مناطق محددة في السودان، والقطاع يصر الآن أن يتحدث عن كل قضايا السودان. وأعتقد أنه الطريقة الثانية أنه يعني مش القطاع بس، كل قضايا السودان يجب أن يعني يسمح لكل القوى السياسية أن تكون جزء من حوار حلها للوصول فعلا إلى خارطة جديدة عبر آلية لإدارة هذا الحوار. المؤتمر الوطني يحتكر الآن سلطة الحوار. لماذا يعني المؤتمر الوطني هو الذي يحاور يعني؟ لماذا لا تشترك كل القوى السياسية في حوار طالما كنا نريد أن نعبر نعم ولكن بالسودان كيف يعني من النفق الموجود فيه؟ نعم يعني هل يمكن للحكومة دعيني أتم نعم ولكن هو سؤالي ألا يمكن للحكومة أن ترعى هذا الحوار؟ نحن لم نقل أن الحكومة ما ترعى الحوار، ولكن الحكومة كما قلت لك سيدتي تحاول أن تحاول بطريقة ثنائية. نحن ضد الثنائية، نحن مع حوار كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني عبر آلية نتفق عليها لإدارة هذا الحوار. يمكن أن ترعاه المؤتمر الوطني كحكومة، يمكن أن يرعى هذا الحوار، ولكن المؤتمر الوطني يجب أن يكون جزء في هذا الحوار يعني، حتى لا نعيد إنتاج نفس الأزمة. ولذلك إذا استمر المؤتمر الوطني في طريقة حواره الثنائية لن نتقدم، بل يعني لن نراوح مكاننا وسنعيد إنتاج نفس الأزمة. ولذلك هذه الأسباب بتاعت فشل الحوارات الثنائية. أقول لأخ صلاح أنه الذين الآن بيقولوا والله عايزين نحاور في قضايا السودان كلها، الحكومة تقول لا تحاوروا في قضايا التي تهمكم فقط في المناطق التي قدمتم منها، وهذا خطأ يعني في تقديري لم يأتي أكله عبر 25 عام. نحن مع الحوار الجماعي يا سيدتي كقوة سياسية وقوة مجتمع مدني عبر آلية مشتركة نتفق حولها لإدارة هذا الحوار. ولكن هل لديكم تحفظ على عفوا ولكن هل لديكم تحفظ أنتم على الدعوة التي وجهها الرئيس السوداني بالمبادرة بالحوار؟ أو كما قلت لك في بداية هذا الحوار يا سيدتي، ليس هنالك عاقل يرفض الحوار. الحوار هو أقصر طريق بين نقطتين، الخط المستقيم. ولذلك نحن مع الحوار، لكن الحوار المنتج وليس الحوار الذي يبدأ بالمؤتمر الوطني وينتهي بالمؤتمر الوطني كما يقولون كساقية. إذا ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ نحن مع الحوار. ساطع، ما المطلوب؟ المطلوب في تقديرنا أن تشارك كل القوى السياسية في إدارة هذا الحوار، وكل قوى المجتمع المدني في السودان والذين يحملون السلاح يجب أن يشاركوا جميعهم في هذا الحوار عبر مؤتمر جامع أو مؤتمر دستوري كما كنا. هذا مطلب ظل السودانيون يرفعونه منذ عام 56 اللي هو العام الذي تم فيه استقلال السودان من بريطانيا، الدعوة إلى مؤتمر دستوري لتحديد ورسم خارطة سياسية للسودان ورسم دستور للسودان وهكذا. وبالتالي مشاركة كل القوى السياسية في هذا الحوار لتحديد المشاكل، مشاكل التصنيفة والاتفاق حولها وتحديد آليات الحل وكيفية الحل وأدوار
هذه القوى ومنظمات المجتمع طيب. وكذا في هذا الحل، هذا أمر ضروري يجب أن نتفق عليه جميعا. طيب أستاذ صالح اسمح لي إذا نأخذ، ذكرت العديد من النقاط، كل شخص يجد نفسه فيه يعني، ويجب أن نأخذ يعني من المفترض أن نأخذ تعليق منك أستاذ صلاح الدين، يعني قال بأن هذه الحوار، هذا الحوار لا يجب أن يكون حوارا ثنائيا، حتى يكون حوار منتج يجب أن تشترك فيه جميع الأطراف بما فيهم المؤتمر الوطني. نعم، قصة النهجة ثنائية الحوار هذه لم نختلقها نحن، الحركات الدارفورية كانت حركة واحدة، انفصلت هي إلى عدة حركات. حاليا حركة تحرير السودان فيها جناحين حاليا، عبد الواحد نور وأركم الناوي، فكل ما يعني هنالك بعض الإخوة يريدون أن يتحاوروا وبعض الإخوة لا يريدون، فما المطلوب منا أن 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 يعني نأتي بهم قصرا حتى يتم التفاوض؟ التفاوض هو قبول من الإخوة، فمن أتى نستطيع أن نتحاور معه ونصل معه إلى حلول، ومن لم يأتي فهذا إشكاله، هذا ليس إشكال المؤتمر الوطني. بيقول كل الحوارات الثنائية بعد الفشل، هذا كلام غير صحيح. نحن تحاورنا مع جبهة الشمال، وحاليا رئيس جبهة الشمال مستشار رئيس الجمهورية من 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 الفترة التي وقع فيها حتى الآن يعتبر مستشار رئيس الجمهورية. لولا التفاوض مع الإخوة في الجنوب لما كانت دولة الجنوب، ومشكلة الإخوة في 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 جناح الشمال الحركة الشعبية معروف يعني لدينا انه هم كانوا يتبعوا للجنوب، فبعد انفصال الجنوب حصلت هذه الاشكاليه انه حتى يعني لم يعرفوا كيف يستطيعوا ان يديروا امرهم، فبدات الاشكاليه وبدا الاخوه في التمرد. بعدين طيب. يعني لماذا يحاول المؤتمر فقط لناخذ تعليق بس ايضا بس لحظه بس بيقول لماذا يحاول المؤتمر الوطني؟ المؤتمر الوطني من اكثر الاحزاب في السودان، تحدث مع كل الاحزاب الموجوده في السودان ايا كان حتى يلتموا، والدليل على هذا التجمع اللي حصل اخيرا في طيب اسمح لي اذا ان ناخذ تعليق من استاذ صالح حامد رئيس اللجنه القانونيه وعضو في المكتب السياسي في حزب الامه السوداني. اهلا بك استاذ صالح، يبدو بانكم تقبلون بالحوار ولكن هناك تخوف من التقارب الحاصل بين رئيس عمر البشير وحسن الترابي، لماذا؟ قضيه الحوار قضيه استراتيجيه، باعتبار ان الحوار الاليه الوحيده لحسم المسائل السياسية وقضايا الخلاف الوطني والفكري والسياسي، والمدخل الطبيعي لتأسيس الدولة الوطنية على أسس من العدالة والتنمية وعلى أسس من المواطنة. ولكن أي حوار، الحوار لديه شروط موضوعية ولديه شروط سياسية، وفوق ذلك يفترض وجود إرادة سياسية حقيقية للعبور بالأزمة الخانقة بالسودان نحو آفاق الاستقرار وآفاق التطور الوطني لتأسيس الدولة الوطنية السودانية المعاصرة. إذن الحوار ليس حديثا يطلق على الهواء، وليس حديثا يقصد منها قتل الوقت أو لتأسيس سلطة قابضة أخرى بوجه آخر من خلال التطور الإقليمي والدولي والوطني المأزوم في السودان. نحن نعلم أن هناك أحداثاً إقليمية وأحداثاً وطنية وأحداث خاصة بالحزب الحاكم في السودان الذي احتل على سدة الحكم بالقوة الغاشمة بعد تقويضه لدولة وطنية وإرادة وطنية سياسية مؤسسة على الحرية وعلى الديمقراطية، وأسس هذه السلطة الشمولية التي امتدت أكثر أو قرابة ربع قرن من الزمان ولم تفي بشيء، بل ازداد. يعني لم أفهم منك أستاذ صالح، لماذا هذا الخوف من التقارب بين البشير والدكتور حسن الترابي؟ ليس هناك تخوفات حقيقية فيما نرى نحن، إن التقارب بين المؤتمر الوطني
والمؤتمر الشعبي إذا تأسست على الحوار الحقيقي والجدية ليس هناك أي تخوفات، ولكن أن تؤسس دولة شمولية أخرى بالالتقاء أو بالتقارب أو حتى بالاندماج، لأننا نرى أن حزب المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الشعبي. اسمح لي أستاذ صالح على المقاطعة، مضطر للذهاب إلى فاصل ونعود لمتابعة النقاش. مشاهدينا فاصل سريع ونعود إليكم مجددا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من حوار الساعة. أعود إليك أستاذ صالح حامد. السيد صادق المهدي أو الصادق المهدي قال بأن عودة تحالف البشير والترابي سيلحق أضرارا بالسياسات الداخلية والخارجية، ما هي هذه الأضرار؟ هناك أسباب محددة حتمت التقارب بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي. هذه الأسباب فيما نرى هناك أزمة داخلية داخل الحزب الحاكم في المؤتمر الوطني، انكتامات داخلية واختلافات رؤى في تسيير دفة الحكم، هذه واحدة. المسألة الثانية التطور الإقليمي فيما ترتب على انهيار التيارات، تيارات الربيع العربي وصعود الحركة الإسلامية في البلدان العربية المختلفة وتقوف بعض الأنظمة الإقليمية واستعدادها لدعم أي توجه ديمقراطي، هذه الأسباب بالإضافة لتعسر أو هذه الأسباب مجتمعة تشكل فيما نعتقد وما يعتقده في تقديرنا الحركة الإسلامية، يشكل هذه الأبعاد خطورة على استمرار الحركة الإسلامية كبديل سياسي في المنطقة العربية وفي المنطقة الأفريقية وفي السودان تحديدا. فلذلك فيما نعتقد هناك توجه من الحركات من الحركة الإسلامية المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي للتحالف، فلذلك هذا الأمر يخص الحركة الإسلامية، ولكن الشعب السوداني يجب أن يتفوق نحو التغيير الأفضل في جهة محاولة تبني مشروع وطني ديمقراطي يبني الدولة السودانية المعاصرة على أسس جديدة. طيب. ويبني كل القنوات. وصلت الفكرة أستاذ صالح. يعني هناك من يقول بأنكم دخلتم في حوار مع السلطة قبل ذلك وتوصلتم إلى اتفاق التراضي الوطني، ولكن لم ينتج هذا الاتفاق شيء على أرض الواقع، ما الضمانة بأن ينتج هذا الحوار شيء؟ حزب الأمة في 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 الفترات الماضية تبنت المسألة بتاعت الحوار كآلية أساسية للوصول لحلول سلمية ولحلول ديمقراطية ولحلول وطنية لأزمة السودان المختلفة، ولكن غياب الإرادة الحقيقية نحو الحوار وغياب الضمانات الحقيقية في تنفيذ ما يتفق عليه، فلذلك أدت كل الاتفاقيات وكل الحوارات التي تم بين النظام والفصائل المختلفة إلى الفشل. فلذلك ما لم تتوفر الإرادة الوطنية الحقيقية وما لم تتوفر الضمانات الحقيقية وما لم تغير آليات الحوار وآليات الممارسة القنوات الممارسة السياسية بما في ذلك الأحزاب نفسها وبما في ذلك القيادات التي أصبحت فيما نعتقد أن قيادات ما بعد الاستقلال بشكل الأزمة الحقيقية في إعادة إنتاج الأزمة الوطنية من جديد، ما لم تصحح كل هذه القنوات فإننا لا نرى أن الحوار الآن أن يوصل إلى حلول حقيقية بقدر ما إنه أن تؤدي هذا الحوار الإرادة الحقيقية لإعادة إنتاج النظام بشكل معدل لاستدامة حكم النظام السياسي الفاشل في السودان. وصلت الفكرة أستاذ صالح حامد رئيس اللجنة القانونية وعضو في المكتب السياسي في حزب الأمة السوداني، شكرا لك على هذه المشاركة. أستاذ صلاح الدين، يعني طرحت يعني جرى حوار سابق مع حزب الأمة وجرى الاتفاق على ما عرف باتفاق التراضي الوطني، ولكن لم يخرج هذا الاتفاق السودان من أزمته. نعم، كما ذكر الأخ
غياب الإرادة وغياب الضمانات، غياب الضمانات على حسب غياب الإرادة من حزب المؤتمر الوطني. هو يفتكر ذلك أن فشل هذا الأمر لغياب الإرادة. إذا لم تكن هنالك إرادة لما ذهب الإخوة في الحزب المؤتمر الوطني للإخوة في البيوت ليحدثوهم عن التجمع حول طاولة والنقاش. أنا أؤكد أن حزب المؤتمر الوطني من بداية حضوره إلى سلة الحكم باسم ثورة الإنقاذ الوطني وحتى الآن يستمر الحزب في جمع الشمل، يحاول دائما في أن يجعل الإخوة في الأحزاب الأخرى أن يأتوا لمشاركة في القوى السياسية، وكل المتطلبات التي يذكرها الإخوة في الضيوف عندك هي جزء لا يتجزأ من نعم. لكن صلاح الدين، أنت تصف الوضع في السودان وكان وضع مثالي، وأن المؤتمر الوطني لا يتحمل أي مسؤولية في هذه الأزمة، وكل ما في الأمر أو من يتحمل هذه المسؤولية هي أطياف المعارضة. أنا لا أقول أن المؤتمر الوطني، المؤتمر الوطني طالما هو استلم السلطة هو يتحمل مسؤولية على كل شيء، ولكن أنا أتحدث عن أن المؤتمر الوطني هو دائما يمد اليد على أن يشارك الإخوة في الأحزاب الأخرى إدارة الوطن، وهذا هو المطلوب. يعني بدل أن نذهب إلى نأخذ تعليق من أستاذ ساطع. ما تعليقك أستاذ ساطع؟ يعني المؤتمر الوطني دائما ما يمد اليد للمعارضة، ولكن هناك عثرات تجلب هذه المبادرات. طيب، مع احترامي الكامل للسيد المحترم صلاح الدين أبو شنب، لكن أعتقد أن اللغة التي يستعملها الآن هي لغة استعلائية وليست لها علاقة بالواقع لا من قريب ولا من بعيد. السودان في أزمة حقيقية، والمؤتمر الوطني ومن أهم الأسباب والعوامل التي أدخلت السودان في هذه الأزمة. السودان الآن على حافة الانفجار، على حافة الهاوية، والمؤتمر الوطني هو الذي تسبب بشكل أساسي في إدخالنا في هذا النفق المظلم وفي وضعنا على حافة الانفجار. فاللغة التي استعملها الآن أنا أعتقد أنها لغة فيها كثير من الاستعلاء وفيها كثير من عدم الموضوعية، ولا أريد أن أدخل في مساجلات في مثل هذا الأمر. تحدث السيد المحترم صلاح أبو شنب عن أن الحريات في السودان متاحة وكل شخص يستطيع أن يقول ما يقول دون أن يتعرض له أحد. هل الحرية التي نعنيها هي الجعجعة والحديث المطلق؟ لا، هذه ليست هي الحرية التي نتحدث عنها، حرية الحديث. نحن نتحدث عن حريات لمؤسسة مجتمعية كاملة. هذه الحريات هي التي تصنع من خلال المؤسسات المجتمعية تصنع مستقبل السودان في طريق السلام والتنمية. الآن أمسك المؤسسة السياسية، القوى السياسية، ستجد أنه عشرات القوانين المقيدة للحريات ولحركتها في عملها السياسي، عشرات القوانين المقيدة لحركة المنظمات المجتمع المدني، عشرات القوانين المقيدة للحريات الصحفية، عشرات القوانين المقيدة للحريات القضائية، الحريات البرلمانية، وهكذا لحرية التعليم الجامعي. ولذلك نحن نتحدث عن حريات اجتماعية في مؤسسات تندح في مؤسسات المجتمع حتى تعبر بالمجتمع وتصنع مستقبل زاهر. الحرية ليست أن نقف هنا ولا هنالك، نمسك ميكروفون لنشتم ذلك أو لنتحدث في ذلك ونقول والله هذه حريات. لا، هذه ليست الحرية التي نقصدها. نحن نقصد حرية تمس أركان المجتمع في مؤسساته المختلفة حتى نصنع مستقبل زاهر ومستقبل مضيء. وعلى أي حال أنا أقول أن المعارضة الآن مع الحوار الجماعي المؤسسي الذي تشترك فيه كل القوى السياسية بما فيها الذين يحملون السلاح، هذا الحوار في تقدير يجب أن يفضي إلى خريطة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة إلى السودان، ويجب أن يفضي إلى تداول سلمي للسلطة، يجب أن يفضي إلى توزيع عادل للثروة، إلى علاقات متوازنة، وهكذا. هذا ما نصب في نصف دقيقة لو سمحت أستاذ ساطع. وصلت الفكرة، ولكن في نصف دقيقة فيما يتعلق بالمعارضة، إذا كان سيد صادق المهدي ينظر بعين الشك إلى اللقاء الذي جرى بين حسن الترابي وعمر البشير، وهناك معارضة أخرى خرجت بميثاق شنبات ورفضت الحوار، هل يعني هذا ينبئ أو ربما يعطي مؤشر بتشرذم هذه المعارضة بشكل سريع لو سمحت؟ المعارضة ليست متشرذمة، وإعلان شنبات
الذي تم التوقيع عليه حزبي واحد من الأحزاب التي وقعت على إعلان شنبات، ونحن في إعلان شنبات لم نرفض الحوار، ولكن قلنا أن هنالك مطلوبات للحوار. وإعلان شنبات جاء على إثر منع السلطات لإقامة ندوة قرر التحالف قوى المعارضة في ميدان عام، وفرقت هذه الندوة بالقوة، وقلنا أن هذا لا يمكن أن يكون ديدا لجهة تريد أن تحاور بشكل أو بآخر. ولذلك في إعلان شنبات يعني لدينا لم نرفض الحوار، ولكن أريد أن أعطي سيد صلاح الدين أو متطلبات لهذا الحوار فرصة للتعليق. أختم معك أستاذ صلاح الدين. نعم، أشكر الأخ ساطع. لغة الاستعلاء دائما تكون للشخص الذي لا يذهب إليك. نحن أكثر الأحزاب كما أسلفت ذهبنا إلى الأشخاص الرموز السياسية في السودان الحزبية إلى بيوتهم وتحدثنا معهم على آيات الحوار. هذه ليست لغة الاستعلاء. المؤسسات الذي يتحدث عنه هو حاليا يتحدث عن حزبه، الحزب الناصري يعمل في السودان. إذا لم تكن هنالك حرية لما استطاع هذا الحزب أن يعمل، حزب الأمة وحزب الاتحاد الديمقراطي وكل الأحزاب التي تتحدث حاليا، هؤلاء هذه تعتبر مؤسسية. إذا لم تكن هنالك حريات لما استطاع هؤلاء الإخوة أن يتحدثوا وأن يتكلموا عن الديمقراطية. نعم، وصلنا إلى ختام الحلقة. أستاذ صلاح الدين أبو شنب ممثل حزب المؤتمر الوطني السوداني، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في الاستديو. الشكر موصول لك أستاذ ساطع الحاج الأمين السياسي للحزب الوحدوي الناصري المعارض وعضو الهيئة القيادية لتحالف المعارضة، كنت معنا من الخرطوم. وأيضا نشكر كل من صالح حامد رئيس اللجنة القانونية وعضو في المكتب السياسي في حزب الأمة السوداني، وكذلك الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي على مشاركتهما. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.